أنا أول ما دخلت على مدينة كولن أعجبت جدا في كاتدرائية كولن، فقررت من 2016 أني متى لقيت الفراغ رح أبدأ في بناء الكاتدرائية، فبدأت في بناء الكاتدرائية بال 2019. كانت العدة، عدة الحفر هي عدة لوالدي في سوريا من 50 سنة، فلما أتيت بالعدة وبلشت بالمشروع يعني كانت مدة العمل تقريبا 5000 ساعة. رأيت كولن بعد كل هالفترة اللي اشتغلت فيها السنين يعني صارت صرت أحس شيء مني، يعني صارت صديقة عزيزة علي، يعني حتى يوم ما أجي على المعرض ما أشوف كترايت كون كنت أحس أني شيء فاقد شيء عني يعني.